أهلا وسهلا بكم في رياض ومدارس الوطن العربي. نقدم لكم قصة الآذان. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو قول المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وفي الأذان إظهار لشعائر الإسلام واعتراف بوحدانية الله تعالى وعلوه وكبريائه، وإقرار برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة لإقامة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وفيها الفلاح والخير لنا جميعا في الدنيا والآخرة. وقبل أن يفرض الأذان كان الصحابة يجتمعون للصلاة في مواعيدها من غير دعوة، فلما زاد عدد المسلمين فكر الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقة يدعو بها الناس إلى الصلاة، فاقترح عليه بعض المسلمين أن يرفع راية عالية في موعد الصلاة، واقترح البعض الآخر استعمال البوق كما تفعل اليهود، واقترح البعض استخدام جرس عظيم يدقون عليه إذا حان موعد الصلاة، ولكن لم يعجبه شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم نام أحد الصحابة الكرام ورأى في منامه أن رجلا يعلمه الأذان، فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم هذه رؤيا حق، ومن يومها شرع الأذان، ولقد أعد الله تعالى للمؤذنين ثوابا كبيرا يوم القيامة. ولذا فالأذان من خير الأعمال وأفضلها، ويجب على المسلم إذا سمع الأذان أن يردد خلف المؤذن ويجيبه، إلا عند قول حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فبهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم.